الموت فاجعة لابد أن تصيب الإنسان، سواء كان غني أو فقير، مريض أو معافى، في أي وقت وفي أي مكان. لكن هناك الكثير من الإشارات في الأحلام تدل على قرب الوفاة، تعالوا نعرفها مع بعض. تحياتي لكم أصدقاء تيتا شو. تعالوا نعرف إيه هي الإشارات أو الأحلام اللي لو رأيناها في منامنا دلت على قرب الوفاة للرائي. أولا، خروج الميت من قبره ورؤيته ومحادثته، وقال للرائي أنه سيموت في يوم كذا، فهذه الرؤية تدل على قرب الوفاة فعلا، لأن الميت في دار الحق لا يقول إلا صدقا، وهذه الرؤى لا تدخل فيها أحاديث النفس ولا حلم الشيطان. هذه الرؤية يقول لنا عنها ابن سيرين أنها دليل على قرب الوفاة الرائي. أما الثانية فهي: لو رأيت ميتا نادى عليك ثم اتبعته، ثم دخلتما دارا مجهولة لا يدري أيكما، لا يدري الرائي لمن هذه الدار أو هذا البيت ومن هم أصحابه، ثم انصرف الميت وبقيت أنت في هذه الدار الغريبة مجهولة الملك أو المالك، فهذه من أوضح الرؤى التي تدل على الموت قريبا. أما الثالثة فهي رؤية الميت يخرج من قبره ثم ينادي على شخص، والشخص صاحب الرؤية الذي يقوم الميت بمناداته لا يرى الميت، لكنه لا يقدر أو لا يستطيع منع نفسه من سماع الميت وتنفيذ ما يطلبه منه. هذه رؤية أيضا تدل على قرب الوفاة في حالة إذا رآها شخص معافى أو شخص صحيح. أما لو كان الشخص مريض فتؤول على نفس التفسير وتدل أيضا على قرب الوفاة. العلامة اللي بعد كده أو الرؤية اللي بعد كده هي رؤية منزل كبير واسع يستمر في أن يضيق وينكمش. هذه الرؤية للشخص المتزوج تدل على قرب وفاة أحد أفراد عائلته، قرب وفاة أحد أفراد عائلته. أما الأخيرة فهي رؤية الدخول إلى بيت مبني من الطوب اللبن ومطين بالطين من الخارج، يعني مدهون بطين من الخارج، ودخلت أنت هذا البيت ولم تخرج منه. هذه الرؤية أيضا دليل على قرب الوفاة، دليل على قرب الوفاة. إذن هناك بعض الأحلام التي يتم تفسيرها على أنها دليل على وفاة الرائي أو أحد ما في الرؤية. تحياتي لكم، تحيات تيتا شو.